أخت كريمة تقول: سائل يسأل عن حكم بيع سلعة بثمن ضعفين أو بثلاثة أضعاف ما اشترى به السلعة. يعني هل هناك حد أقصى للأرباح؟ واحد اشترى السلعة بدولار باعها بخمسة دولار، 500%، عشرة دولار، 1000%، هل هذا يعتبر تاجر جشع وطماع وابن 60 في 70؟ هل هذه الصورة مقبولة ولا محرمة؟ نقول يا أمة الله، في قرار من المجمع الفقهي حول تحديد أرباح التجار، هل هناك حد أقصى لأرباح التجار لا يجوز لهم أن يتجاوزوه؟ القرار يقول: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملا بمطلق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم. ثانيا، ليس هناك، تأمل، ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. ثم قال ثالثا: تضافرت نصوص الشريعة على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. رابعا، لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش. هذا فيما يتعلق في تحديد سقف لأرباح التجار، هذا السقف غير موجود، فقط القواعد العامة، السماحة والتيسير، وألا تلجأ إلى وسائل محرمة لاستغفال المشتري ليشتري منك السلعة بأكثر من قيمتها، كما يسمى إيه في حازما اسمها التصرية. إيه معنى التصرية؟ واحد هيبيع ناقة أو هيبيع شاة يمتنع عن حلبها أسبوع، فالضر ينتفخ الضرع ويمتلئ باللبن، فيظن المشتري المستغفل أنه ما شاء الله وقع على كنز يعني ثمين، وأنه يشتري ناقة حلوبا ستغنيه وتغني أولاده وأحفاده من اللبن، والواقع ليس كذلك، هو أنس أنه أخذها وفضل اللي فيها ده، ترجع المسألة سيرتها الأولى وهي ناقة من النوق ليس فيها ما يميزه عن سائر النوق، اسمه التصرية، ده نوع من أنواع الغش والتدليس المحرم الذي لا يجوز.